تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وصباح التفاؤل وصباح السعادة، ويومكم إن شاء الله مستمعين الأعزاء مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. الشعور مستمعين الأعزاء بالسعادة والشعور بالتفاؤل يعكس دائما آثار إيجابية على صحة الإنسان. أرحب بكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل المبدع معايا اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت ميرا الأخفلي، وفي الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد. وتقبلوا تحياتي، أنا محدثكم عبد الله محمد جمعة، وأيضا من خلال برنامج صحة وسعادة مستمعين الأعزاء دائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونستعرض فقرات برنامجنا لهذا اليوم، ومثل ما عودناكم دائما أول فقرة من فقرات حلقتنا لهذا اليوم فقرة الأخبار المحلية والعالمية، واليوم تحت عنوان البدانة في سن الشباب تسبب مشاكل في الذاكرة لاحقا، وبناخذ تفاصيل هذا الخبر. أما فقرة السوشيال ميديا ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها مع زميلتنا أخت أسماء الجناحي بتعطينا هاي التفاصيل. أما فقرة مستجدات كوفيد 19، ومثل ما تعرفون مستمعين الأعزاء بأن تم تحديد كل ثلاثة من كل أسبوع حلقة خاصة عن مستجدات كوفيد 19، واليوم عندنا أول فقرة، فقرة مستجدات كوفيد 19 تحت عنوان إجراءات العزل الصحي، وضيفتي اليوم الدكتورة هبة عبد الهبة كلداري، طبيب مقيم في مركز التحكم والسيطرة، واليوم بنتحدث معها عن كيفية التواصل مع المرضى المصابين بكوفيد 19، وأيضا الخدمات الطبية اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي خلال فترة العزل، وأيضا معرفة الإجراءات اللي يتم اتخاذها في موضوع العزل الصحي. وأيضا الجزء الثاني من البرنامج اليوم أيضا بنتحدث عن الإجراءات الوقائية بعد أخذ اللقاح، وبتكون ضيف اليوم معايا الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، وأيضا بنتطرق معها عن أهمية ودور اللقاح في منع العدوى وشدة الإصابة بعد أخذ اللقاح، وأيضا عن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يجب الالتزام بها بعد أخذ اللقاح، وعن أهمية اللقاح، وأيضا مواضيع أخرى تتعلق عن الإجراءات الوقائية بعد أخذ اللقاح. ننتقل إلى خبرنا لهذا اليوم مستمعين الأعزاء قبل أن نأخذ فقرة السوشيال ميديا. البدانة في سن الشباب تسبب مشاكل في الذاكرة لاحقا. كشفت دراسة حديثة أن زيادة الوزن أو ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع أيضا مستويات الجلوكوز في العشرينيات والثلاثينيات من العمر قد يزيد احتمال الإصابة بمشاكل الذاكرة ومشاكل الإدراكية في وقت لاحق. وقام باحثون من الولايات المتحدة الأمريكية بتحليل البيانات الصحية الخاصة ب 15,000 شخص ودراسة تأثير عوامل الخطر القلبية الوعائية على القدرة الإدراكية في وقت لاحق من الحياة، ووجدوا أيضا أن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم وضغط الدم ومستويات الجلوكوز في بداية مرحلة البلوغ يمكن أن يضاعف معدل التدهور المعرفي. وأيضا حذر الباحثون من الارتباط بين هذه المشاكل الصحية والمشاكل اللا إرادية أيضا في أواخر العمر، حيث تشير النتائج إلى أن سن الرشد المبكر قد يكون وقتا حرجا للعلاقة بين هذه المشكلات الصحية والمهارات الإدراكية في أواخر العمر.
هذا خبرنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء، وننتقل معاكم إلى فقرة السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي وأيضا الصفحات الأخرى ذات العلاقة والشؤون الصحية. بتكون معنا زميلتنا الأخت أسماء الجناحي، ولكن أيضا اليوم إن شاء الله من خلال فقرتنا أو فقرات برنامجنا هذا اليوم، مثل ما ذكرنا مستمعينا الأعزاء أن نحن حددنا كل يوم ثلاثة، وبيكون حديثنا أو مواضيعنا عن مستجدات كوفيد-19. واليوم إن شاء الله عندنا فقرتين، الفقرة الأولى بنتكلم عن الإجراءات أو إجراءات العزل الصحي، وبنتكلم عن التدابير اللازمة حول هذا الموضوع. بتكون معنا الدكتورة هبة عبد الكريم، وبنتكلم أكثر عن هذا الموضوع. مستمعين الأعزاء، بنعطيكم أيضا بعض المعلومات حول خدمات التطعيم وفحص أيضا كوفيد-19 مستمرة في جميع المراكز التابعة لهيئة الصحة بدبي، وجميع خدمات التطعيم في هيئة الصحة بدبي تعمل بنظام المواعيد المسبقة لها. طبعا الخدمات المتاحة مستمعين الأعزاء في مراكز الرعاية الصحية الأولية مثل خدمات الطوارئ الأسنان خلال يوم الخميس، وأيضا خدمات التطعيم ضد كوفيد-19 حسب المواعيد، وأيضا خدمات تطعيم الأطفال وعيادات الحوامل وخدمات الأسنان للأطفال في مركز الممزر الصحي حسب المواعيد المسبقة. أما عن الخدمات على مدار الساعة، خدمة الطبيب لكل مواطن، وخدمة الطوارئ في مركز ند الحمر، وخدمة الطوارئ في مركز البرشة الصحي، وأيضا مراكز تقييم كوفيد-19. ننتقل معاكم مستمعين الأعزاء مع زميلتنا أسماء الجناحي، ناخذ مستجدات السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها. أختي أسماء، صبحت الله بالخير والنور والعافية. صبحكم الله بالنور والسرور أخوي عبد الله، عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. الله يصبحك إن شاء الله بالنور والعافية. شو بتخبرين أسماء اليوم عن مستجدات في السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها اليوم؟ من ضمن الأشياء اللي كانت، فأول شيء أحب نشكر كل الأشخاص اللي قاعدين يسوون هيئة الصحة منشن ويتكلمون عن تجاربهم، سواء كان يعني مع التطعيم أو أيضا مع يعني التبرع بالدم. يعني نحب حتى نشجع الأشخاص بموضوع التبرع بالدم، إنه يعني اللي يقدر يتبرع بالدم ممكن يتبرع، لأن كل شخص يعني كل كيس ممكن يعني أو كل كيس من المتبرع أو كل هذا ممكن ينقذ 3 أشخاص. يعني فتخيل واحد إنه ممكن ينقذ 3 أشخاص وعنده المقدرة. فنحن يعني قمنا نشوف الفترة الأخيرة حتى المتبرعين بالدم جزاهم الله خير قاعدين يصورون ويشجعون الآخرين إنهم يروحون يتبرعون بالدم، وهاي الرسائل أو هاي المقاطع وهاي الصور فعلا تسعدنا، ونحن نشكر كل اللي سوونا منشن مثال خلال تبرعهم بالدم، وأيضا نشكر كل اللي شاركنا تجربته الإيجابية وتجاربهم مع مراكز التطعيم التابعة لهيئة الصحة. أيضا نأكد أن جميع خدمات هيئة الصحة خاصة هي من خلال مواعيد، أغلب أو يعني نقول 99% من خدمات هيئة الصحة بدبي هي من خلال المواعيد المسبقة. أيضا من ضمن الأشياء اللي جدا مهمة وبعض الأشخاص يسألوننا عنها خلال هاي الفترة، هل لازم يكون أن أنا لما أي مركز التطعيم يكون عندي الإمارات آيدي، بطاقة الهوية الإماراتية جدا مهمة لأن إنهم جزء أساسي أصلا في عملية التسجيل في المركز، فوجود يعني البطاقة يعني الفعلية مو بصورة، الفعلية جدا مهمة لأن هي تدخل في النظام ويسوي لها مثل يعني مسح البطاقة لأخذ المعلومات. فعشان شيء بطاقة اللي يقول مضيع بطاقته واللي يقول هذا، نحن ننصحهم إنه أصلاً يعني هاي بطاقة جداً مهمة وهي من ضمن البطاقات الرسمية اللي عنده، فيعني إذا كانت ضايعة مشكلة. يعني صحيح. فنحن نتمنى إنهم أيضاً يعني يحافظون على بطاقات الهوية، وأيضاً إنهم لما يجون
يبون بطاقتهم معاها، لأن الجهاز يحتاجون يدخلون بطاقة، يمسحون البيانات اللي فيها، المعلومات تدخل في الكمبيوتر بدل ما يأخذون متعامل الرقم والتفاصيل كلها، بس مجرد أن هي بطاقة الهوية. وأيضا هي مهمة يعني في كل الخدمات أصلا، يعني مو بس هي تصح الباقي الجهات الحكومية. يعني هاي من ضمن الأشياء اللي وايد وصلتنا في قناة التواصل الاجتماعي، ونحن نتمنى من الجميع الالتزام وبالإجراءات الوقائية حتى بعد أخذ التطعيم، ليه ما تطلع أي إرشادات أو توجيهات من الجهات الرسمية. ودمتم بصحة وسعادة. ودمتي بصحة وسعادة أختي أسماء الجناحي، شكرا جزيلا لك. مستمعين الأعزاء، بناخذ فاصل، وبعد الفاصل بننتقل إلى فقرة مستجدات كوفيد 19، واليوم تحت عنوان إجراءات العزل الصحي، وبتكون معايا ضيف اليوم الدكتورة هبة كلداري، طبيب مقيم في مركز التحكم والسيطرة. وبإمكانكم التواصل معنا على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة 4006. وفاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم مستمعينا على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وننتقل إلى موضوعنا لهذا اليوم تحت عنوان إجراءات العزل الصحي. مستمعين الأعزاء، مثل ما تعرفون أن العزل الصحي من الإجراءات التي تساهم بشكل فاعل في الحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا بين أفراد المجتمع، وأيضا من الأساليب التي تتبناها جميع المؤسسات الصحية للحفاظ على صحة وسلامة وأمن المجتمع. للحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا أو تكون معنا عفوا الدكتورة هبة كلداري، طبيب مقيم في مركز التحكم والسيطرة. دكتورة هبة، صبحت الله بالخير والنور والعافية. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام دكتورة هبة، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. الحمد الله يعطيك الصحة والعافية دكتورة، شاكرين حضورك معنا اليوم وقتك الحقيقة في برنامج صحة وسعادة للحديث عن إجراءات العزل الصحي. ومثل ما تعرفين دكتورة أن يعني تثقيف أفراد المجتمع عن هاي الإجراءات ضرورية ومهمة أيضا. دكتورة، في البداية لو تحدثين عن كيفية التواصل، يعني إذا خذنا معك رحلة المتعامل أو رحلة المريض المصاب بكوفيد 19، كيف يتم التواصل معه وكيف الإجراءات من بداية يعني التشخيص إلى المراحل المتقدمة؟ نعم، أول شيء حبيت أشكركم على الاستضافة هذه. وبالنسبة للسؤال على كيفية التواصل مع المريض المصاب بكوفيد 19، يتم التواصل مع المريض عن طريق الاتصال. أول شيء نتأكد على بيانات المريض الموجودة، بعدين نقيم المريض على الآتي: حالته الصحية، أعراض الموجودة حاليا، مشاكل الصحية مثل القلب، السكر، الضغط، الربو إلى آخره، قدرته أو جاهزية بيته على قيام العزل المنزلي، يعني مثلا توفر غرفته الخاصة، حمامه الخاص. وطبعا نتأكد أهم شيء أن هالمريض هل يحتاج إلى عناية طبية عاجلة أم لا. صحيح، فيتم دكتورة يعني حسب ما تفضلتي فيه أنه يتم يعني تقييم حالة الشخص هذا المصاب، ليس فقط يعني من الجانب الـ 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 الإصابة بالفيروس، وإنما أيضا أنتوا يعني تأخذون بعين الاعتبار الجوانب الثانية. هل المكان اللي بيتم فيه كعزل ملائم من جميع الجوانب، حتى يتم أيضا التأكيد على أنه يعني هو ضمن الإجراءات العزل الصحية السليمة؟ نعم بالضبط.
جميل. دكتورة لو نتحدث معك عن الخدمات الطبية، طبعا هيئة الصحة بدبي تقدم خدمات طبية مختلفة الحقيقة خلال هاي المرحلة، وبالأخص للمصابين بفيروس كورونا أو إجراءات العزل. لو نتحدث معك دكتورة عن هاي الخدمات للمرضى خلال، وبالأخص خلال فترة العزل. نعم، خلال فترة العزل هيئة الصحة تقدم هالخدمات الطبية. في حال مثلا حب المريض أن يستفسر بس استفسار من دكتور، يقدر يحجز له موعد استشارة طبية عن بعد عن طريق خدمة طبيب لكل مواطن. طبعا الحجز هذا يكون عن طريق الاتصال بالرقم الساخن تابع لهيئة الصحة اللي هو 8342، وبإمكان المريض أن يحجز موعد في إحدى المراكز الصحية المخصصة بالكوفيد للهيئة طبعا، وهني يعني وذلك عشان لتقييم الحالة الصحية، وهناك سيتم تحديد مستوى الحالة إذا كانت بحاجة لإدخال لمستشفى أو لا، يعني بعد التقييم إن شاء الله إذا الأمور كلها طيبة يرخصون المريض عشان يكمل العزل في البيت، أو إذا احتاج أن الإدخال لمستشفى يرتبون له سرير. صحيح. دكتورة هبة، طبعا مثل ما تفضلتي بأن يعني من خلال يعني مرحلة التقييم اللي يتم عملها من قبلكم أنتوا عن الشخص المصاب، ويعني التأكد من إجراءات العزل الصحي حسب يعني البروتوكولات وحسب الإجراءات اللي أنتوا حطيتوها، على سبيل المثال دكتورة، إذا مثلا تم يعني معرفة أن الشخص هذا غير قادر على العزل نفسه، يعني مثل ما ذكرتي يمكن الغرفة غير مناسبة، يمكن يعني المكان غير مناسب، فشو الإجراءات اللي تم أخذها من قبلكم أنتوا بالنسبة للشخص هذا وفق طبعا إجراءات هيئة الصحة بدبي؟ نعم، بمجرد التأكد أن من عدم توفير شروط العزل المنزلي للمريض، هيئة الصحة طبعا توفر عدة أنواع أماكن العزل المؤسسي، وكل هذا طبعا بناء على حالة المريض، يعني بحيث يتحمل المريض أو رب المنزل أو الأسرة بتكاليف العزل المؤسسي، ولكن للحالات الإنسانية أو السكن المشترك طبعا هيئة الصحة توفر هالأماكن العزل من غير رسوم. هناك طبعا أماكن العزل هذه تديرها كوادر طبية وفي تلبية لاحتياجات المرضى. نعم دكتورة، طبعا من خلال يعني وضعكم للإجراءات أو البروتوكولات الخاصة بالنسبة للإجراءات العزل الصحي والمصابين بكوفيد يعني بالفيروس كوفيد 19، طبعا هناك أكيد يعني أخذتوا بعين الاعتبار كثير من الإجراءات، لو تخبرينا دكتورة يعني الشروط اللي مفروض أن يتوفر فيها أو الإجراءات اللي مفروض يعني يتبعها الشخص في حال إذا تم يعني يعني تحديد أن الشخص هذا خلاص يحتاج أنه يعزل نفسه في البيت، فشو الأشياء اللي مفروض أنه هو يتبعها أثناء وجوده في البيت؟ طبعا الحجر المنزلي لازم يعني للناس المصابين بالحجر بكوفيد 19 وهم في العزل المنزلي، طبعا على جميع المصابين الالتزام التام، هذا أهم شيء بالحجر بشكل عام، ومدة العزل 10 أيام من تاريخ أخذ العينة وليست من تاريخ ظهور النتيجة، وطبعا ما يحتاج أنه يعيد الفحص بعد الانتهاء من هذه المدة، خاصة إذا ما كانت عنده أي أعراض خلال آخر 3 أيام من العزل، وطبعا ما كان وبدون اللجوء لاستخدام أي أدوية خافضة للحرارة. طبعا في تعليمات معينة نعطيها للمريض في العزل المنزلي، طبعا هذا للحد من انتشار العدوى بين أفراد المنزل، مثلا استخدام الصحون أدوات الطعام ذات الاستخدام الواحد والتعقيم. صحيح. الالتزام بتعليمات الطبيب المعالج،
نلزم المريض طبعا أهم شيء بتحميل التطبيق COVID-19 DXB Smart Application، لازم يسجل فيه طبعا التوجيه بالتقييد التام بشروط العزل المنزلي اللي موجودة في الابليكيشن، وفي حال أي الحاجة لأي استفسار يقدرون طبعا يتواصلون على 800342 اللي هو رقم المجاني للهيئة. صحيح. دكتورة هبة، عندنا مداخلة من أحد المستمعين يقول هو حاليا في فترة العزل وكمل 7 أيام بس ما في أي أعراض، ما يحس بأي شيء، ولكنه متبع الإجراءات في دبي وفي بيته والعزل حسب البروتوكول وحسب الشروط، بس يقول هل بالإمكان أنه يطلع مثلا بشكل شخصي إذا له حاجة معينة يأخذها ويرجع، ومتبع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من موضوع يعني لبس الكمامة والتباعد، بس ما عنده أعراض وهو يعني مصاب؟ نعم، هني أنا بس يعني حبيت أركز على أهمية العزل، لضمان سلامته وسلامة المجتمع طبعا لازم يكمل العزل اللي عليه، هو حاليا في اليوم السابع. نعم. لازم يكمل يعني يوم 10 أيام على اليوم 11، يعني يوم 10 يكون يوم الأخير للعزل، فلازم يلتزم بهالشيء. صحيح. أيضا دكتورة هناك الكثير من يعني الاعتقادات، يعني هذا إذا كان الشخص مصاب صح، يعني مفروض أنه يعني حسب البروتوكول المحدث أنه 10 أيام اليوم 11 يطلع، ولكن دكتورة يعني إذا نتكلم معاك بالنسبة للمخالطين، مرات المخالط يقول أنا أبدا ما عندي أعراض، فتلقينا يعني يكمل 5 أيام والسادس والسابع يتهاون ويطلع، فشو تنصحين في هاي الجانب أيضا؟ لا، في إجراءات معينة للمخصصين للمخالطين، وهيئة الصحة طبعا عندنا في هيئة الصحة مركز التحكم والسيطرة عندنا فريق التقصي يتواصلون مع الحالات الإيجابية ويتواصلون مع المخالطين، فإجراءات المخالطين لازم العزل، يعني يلزمون بالعزل 10 أيام من تاريخ المخالطة، من بدء المخالطة، فإذا ما ظهرت لهم أي أعراض يكملون العزل اللي عليهم، إذا ظهرت لهم أعراض يسوون الفحص. نعم. فدكتورة يعني حسب ما تفضلتي بأن بغض النظر يعني مستمعين الأعزاء مثل ما تقول الدكتورة، سواء يعني الشخص مخالط أو مصاب، لابد أن يتقيد بجميع الإجراءات وبجميع الشروط والقوانين الخاصة بالنسبة للعزل المنزلي أو العزل الصحي. دكتورة عندنا يمكن 2 دقيقتين، فشو تحبين تعطين من نصائح تحبين توجهينها للمصابين بكوفيد 19؟ طبعا أهم شيء يعني أعيد وأزيد أهمية العزل، خاصة عند ظهور أي أعراض من أعراض كوفيد 19، يعني إذا الواحد حس أن ظهرت له أعراض وشاك في عمره لازم يبدأ يعزل نفسه، يعني في ناس يصيرون يروحون يفحصون بعدين بعد ظهور النتيجة يعزلون أعمارهم، فحبيت بس أركز على هالفكرة أن يعني وايد مهم أن الشخص يعزل نفسه حتى قبل ظهور نتيجة فحص الكوفيد. صحيح. يعطيك العافية دكتورة هبة كلداري، طبيب مقيم بمركز التحكم والسيطرة، شاكرين وقتك دكتورة، وشكرا جزيلا لجهودكم الكبيرة الحقيقة حول موضوع يعني تثقيف أفراد المجتمع عن إجراءات العزل الصحي، شكرا لك، وأيضا شكرا لفريق العمل معك. الله يعافيك وشكرا على الاستضافة. شكرا جزيلا. مستمعينا الأعزاء، مثل ما ذكرت الدكتورة هبة بأن يجب على الجميع التقيد بالإجراءات الخاصة بموضوع العزل، سواء العزل الصحي أو العزل المنزلي، وذلك للحفاظ على يعني والسيطرة أو على عدم يعني انتشار العدوى بين أفراد المجتمع، وبالأخص إذا كان العزل المنزلي عدم انتشار العدوى مع أفراد الأسرة.
بنستمر معكم مستمعين الأعزاء في تكملة الحديث اليوم عن الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا، والجزء الثاني من برنامجنا اليوم بيكون حديثنا عن الإجراءات الوقائية بعد أخذ اللقاح، وبتكون معنا ضيفة الدكتورة عبر الهاتف الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، وأيضا حديثنا بيكون شيق معها عن الإجراءات الوقائية بعد أخذ اللقاح. خلكم ويانا، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية ومرحبا بكم سهلة في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نرحب دائما بتواصلكم معنا مستمعينا على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونكمل حديثنا مستمعينا الأعزاء اليوم عن الإجراءات الخاصة بكوفيد 19، واليوم وحاليا أو الآن موضوعنا الثاني بيكون عن الإجراءات الوقائية بعد أخذ اللقاح. ومثل ما تعرفون مستمعين الأعزاء، يعتبر اللقاح من الوسائل الفعالة للوقاية من الإصابة بعدوى كوفيد 19، ولكن في نفس الوقت فإن اللقاح لا يمنع من الإصابة بالمرض ونقل العدوى للآخرين، ولذا فإن الالتزام دائما مستمعين بالإجراءات الوقائية بعد أخذ اللقاح من الأمور المهمة التي يجب التقيد بها بشكل مستمر. حول هذا الموضوع وتفاصيل أكثر مستمعينا الأعزاء، يشرفنا تكون معايا اليوم الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي. دكتورة صبحت الله بالخير والنور والعافية. صباح الخير عبد الله، وصباح الخير لجميع المستمعين. الله يصبحك بالنور والعافية دكتورة. ومثل ما تعرفين بأن اليوم الثلاثة طبعا احنا محدد عندنا كل أسبوع للحديث عن مستجدات كوفيد 19، واليوم عن الإجراءات الوقائية بعد أخذ اللقاح. دكتورة، هذا الموضوع الحقيقة وايد مهم، لأن يعني ضروري جدا على يعني أفراد المجتمع الالتزام بهاي الإجراءات الوقائية وبالأخص بعد أخذ اللقاح. نتحدث دكتورة معاك في البداية عن أهمية ودور اللقاح في منع العدوى وأيضا شدة الإصابة بعد أخذ اللقاح. طبعا نشرح للمستمعين احنا شو نقصد باللقاح وشو هي أهمية هذا اللقاح. احنا نعرف ان اللقاح ساهم في حمايتنا من العديد من الأمراض المعدية، واللقاح كان عامل جدا مساعد في حمايتنا من هذه الأمراض ومضاعفات هذه الأمراض على مدار السنين. وإحنا الحمد لله صرنا من الدول المحظوظة في 2021 اللي قدرت تحصل على اللقاح ضد كوفيد 19. فكرة اللقاح إن هي تقوم بتحفيز جسمنا، إحنا المناعة اللي في جسمنا يقوم اللقاح بتحفيزها ويقوم بسد تقوية وتدريب جهازنا المناعي عشان يكون الأجسام المضادة اللي إحنا نحتاجها إذا لا سمح الله تعرضنا لفيروس كوفيد 19 في المستقبل. فاللي يقول أن اللقاح سوف يسبب لي المرض، هاي المعلومة غير صحيحة أبدا. اللقاح ما يسبب لك كوفيد 19، كل اللي يسوي اللقاح أنه يحفز جهازك المناعي دون ما يصيبك في العدوى. لذلك أخذنا لهذا اللقاح سوف يساهم في وصولنا للمناعة المجتمعية المثل اللي احنا مستهدفينها، عشان حاليا اللقاحات هي احدى الوسائل الفعالة في مكافحتنا لجائحة كوفيد 19. وان شاء الله يعني مع التزامنا باجراءاتنا الاحترازية بنوصل للنسبة اللي احنا مستهدفينها. فكرة اللقاح انه يسوي لك عدة اشياء. اولا في نسبه كبيره منهم ان انت بيحميك من الاصابه بكوفيد 19. ثانيا اذا انت لا سمح الله اصبت بهذا المرض، اعراضه ووقت هذا المرض سوف تكون جدا خفيفه وطفيفه مقارنه باذا انت ما ماخذ هذا اللقاح. وثالثا ايضا سوف تحميك من مضاعفات الاصابه بهذا المرض
احنا نعرف ان مضاعفات هذا المرض شديد الوطأة على العديد من الاشخاص وخصوصا كبار السن والمصابين بالامراض المزمنة. وطأة هذا المرض يعتبر وايد شديد عليهم وممكن هم تصير لهم مضاعفات جدا خطيرة ممكن ان تؤدي في 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 العديد من الحالات ايضا الى الوفاة. ممكن يحتاجون يقعدون في العناية المركزة في المستشفيات، فأخذهم للقاح سوف يحميهم من الوصول لهذه المرحلة. فمعناته اللقاح في مجال أنه يحميك من المرض، في مجال أنه يقلل من الأعراض اللي أنت تصاب بها، واللي احنا متأكدين منه أنه سوف يعطيك حماية 100% من الإصابة بمضاعفات هذا المرض. نعم دكتورة هند، ذكرتي طبعا يعني معلومات مهمة، وأيضا هناك بعض الاعتقاد يعني دكتورة مثل ما ذكرت أنت في البداية، في بعض الناس تعتقد بأن اللقاح ممكن يعني يسبب لهم بعض المشاكل الصحية. نسمع نحن دكتورة وايد أن الشخص مثلا بعد ما قرر أنه يأخذ اللقاح فيعطي بعض الأعذار، يقول والله أن اللقاح هذا يسبب حساسية أو سبب لشخص معين مشكلة معينة أو أعراض. فنحن دائما دكتورة نقول بأن الشخص يعني لا يعمم هذا الموضوع، لأن حتى ظهور الأعراض بعد أخذ اللقاح من شخص إلى شخص تختلف. دكتورة لو تعقبين في هذا الموضوع. قصدك من ناحية الأعراض؟ هنا عن بعض الناس تعتقد أنه يعني إذا أخذ اللقاح احتمال نفس الأعراض اللي طلعت مثلا على شخص ممكن تكون يعني هو يتأثر فيها. فنحن دائما نقول أن الأعراض تختلف من شخص إلى آخر. في أولا فكرة في العديد، أنا سمعت العديد من الأشخاص قالوا والله أنا خذيت الجرعة الأولى وياني كوفيد. فمش معناته أنه اللقاح سبب لك هذا المرض. هذا المرض صار لأنك أنت أهملت إجراءاتك الاحترازية. صحيح. وأنت يعني حطيت في بالك أنك أنت أحيان صرت في السليم وأنك أنت محمي 100%. أولا عشان أنت اللقاح هذا يعطيك المناعة اللي هو مستهدف لها، أنت لازم تأخذ اللقاح هذا بالجرعتين، ولازم بعد تمر مدة زمنية معينة من هذه من عقب ما أنت ماخذ لي الجرعتين. وبعدين اللقاح هذا ما يسوي لك المرض، أنت بإهمالك لإجراءاتك الاحترازية أنت صابك المرض. وبعدين من ناحية الأعراض، فمثل ما قلنا في قبل، مثل ما قلت لكم قبل عبد الله، ان الاعراض من الممكن جدا انها تكون جدا طفيفه اذا انت كنت ماخذ هذا اللقاح. صحيح. لذلك حتى يعني وطأة هذا المرض على الشخص السليم سوف تكون اقل وطأة من انه يواجه المرض بدايه بدون ما يكون جهازه المناعي على علم باللي قاعد يصير. ويعني احنا نعرف ان باخذك للقاح انت جهازك المناعي اصلا عارف بالضبط كيف يتصرف مع هذا الفيروس، لكن انت يوم ما تاخذ اللقاح جسمك ما يعرف كيف يتصرف، فاكيد يعني المرض بيكون اشد، الاعراض بتكون اشد، واحنا ما نعرف اصلا كيف راح يتعامل جسمك مع هذا الفيروس. فانت باخذك للقاح انت تشي تضمن انك انت في المضمون انك انت لن تصاب بمضاعفات هذا المرض. نعم دكتورة هند، عندنا أيضا استفسار من أحد المستمعين، هل يؤثر اللقاح على الأطفال عند تطعيم مربية الأطفال؟ لا ما لا أي دخل الأطفال، لأن اللقاح هذا يفيدك أنت كشخص. يعني اللقاح هو يكون موجود في فك في يعني هذا كأني قاعد يقول أنا إذا أعطيت المربية اللقاح فأنا كأني أنقل كوفيد لطفلي، فهذا شيء غير صحيح. صحيح. أصلاً اللقاح ما يسبب المرض، فكيف يتأثر طفلك باللقاح؟ أنت شيء تحمي طفلك لأنك أنت تحمي المربية من الإصابة بالعدوى. نعم. أنا أعرف أن اللقاح غير متوفر للأطفال، اللقاح متوفر فقط للأشخاص اللي فوق 16 سنة وطالع. فأنت إعطائك مربيتك لهذا اللقاح أنت شيء توفر الحماية لطفلك بحمايتك للمربية. نعم. لأن في نهاية المطاف عبد الله
بتكون في فئة من الأشخاص ما راح يقدرون يحصلون على هذا اللقاح بحكم عمرهم، بحكم حالتهم الصحية، بحكم وضعهم. احنا نعرف حين في الوضع الحالي في بعض الأشخاص ما يقدرون يحصلون على هذا اللقاح نتيجة يمكن هم عندهم الحساسية المفرطة، يمكن هم عندهم نقص في المناعة، يمكن هم مصابين بأمراض ويأخذون أدوية تقلل من مناعتهم، هذول الأشخاص ما يقدرون يحصلون على اللقاح. أيضا نعرف أن الحوامل ما يقدرون يحصلون على اللقاح أيضا، وأيضا الأطفال. ففي نهاية المطاف بتكون في فئة من الأشخاص ما رح يقدرون يحصلون على هذا اللقاح، مش لأنهم مو حابين يحصلون على اللقاح، لأنهم مو قادرين يحصلون على هذا اللقاح. فإحنا الطريقة اللي إحنا نقدر نحميهم فيها إن إحنا نحرص على أخذ اللقاح إحنا، وبهاي الطريقة إحنا نحميهم بطريقة غير مباشرة. صحيح دكتورة هند. أيضا نعم دكتورة هند، لو نتحدث معك عن موضوع، طبعا مثل ما نعرف بأن يعني الالتزام بالإجراءات الوقائية سواء يعني في أخذ اللقاح الجرعة الأولى أو الجرعة الثانية، ولكن بعد أخذ المكالمة هاي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. يا مرحبا بك. الله يحييك. الله يرحبك. حفظنا منو يا انا عفوا؟ اجمع ان شاء الله وماجورين ان شاء الله، جزاكم الله خير. الله يسلمك. انا سعيد وياك. مرحبا اخوي سعيد، شاكرين يعني تواصلك معنا في برنامج صحه وسعاده. تسلم، اكرمكم الله. الله يحييك. الله يسلمك. عندي موضوعين نقطتين يعني. تفضل اخوي سعيد. ملاحظه الدكتوره ما قصرت، انا من خلال يعني شرحها استنبط يعني معلومه. نعم. اللي هي إذا كانت مثلاً الشغالة أو حد مثلاً ملقح زين؟ نعم. يخالط اليهال مثلاً، أنا أشوف من خلال ما المعلومة اللي أخذتها من الدكتورة أن إذا كانت ملقحة يعني ما تخالط اليهال، لأن يمكن تكون هي حاملة وتنقلهم وبهي ما تأثر، إذا كان كلامي صح ولا لا أرجو تعديله. هاي نقطة واحدة. النقطة الثانية، أنا أبغى أشارك وياهم في الفريق زين، وانا مستعد ومثل ما تقول يعني مقتنع اني اقدر انهي هذا الفيروس، اقضي عليه والله اعلم. نعم اخوي سعيد، دكتورة هند معانا وان شاء الله بتعطيك الرد على هاي الاستفسارات، وبنتواصل معاك إن شاء الله عقب إذا في أي توضيح حول هالموضوع. شاكرين تواصلك مع برنامج صحة وسعادة، وإن شاء الله بتسمع الرد من الدكتورة هند. شكرا جزيلا لك دكتورة هند. لا إحنا كنا نقول أن المعلومة هاي غير صحيحة. المربية بأخذها للقاح ما تصير حامل للمرض. صحيح. المعلومة هذه خاطئة، وكان هذا استفسار السائل أن يقول أنا هل أقدر أخلي المربية تخالط طفلي أو لا. فأنا اللي كنت أبي أوصل المعلومة أن طبعا هي تقدر تتواصل مع الطفل بعد أخذها للقاح، لأن اللقاح ما يسبب المرض وما يدخل الفيروس في جسمها، فهي ما بتكون أصلاً مريضة، بالعكس يعني هي كذي بتكون محمية من الإصابة بالمرض. صحيح. محمية من الإصابة بالمضاعفات. نعم. فبهاي الطريقة أنا أحمي طفلي بطريقة غير مباشرة بإعطائي اللقاح لمربيتي، لكن هذا اللقاح ما يخلي الشخص حامل للفيروس أو حامل للمرض. هاي المعلومة غير صحيحة ويعني ما تمت للواقع بأي صلة، بالعكس كل اللي يسوي اللقاح إنه هو يحفز جهازنا المناعي بدون ما يسبب لنا أي مرض. فطبعا يعني الشخص بعد ما يحصل على اللقاح ما في أي إشكالية إنه هو يقعد مع الأشخاص الآخرين، وكلمة إنه هو ممكن يكون حامل للمرض هذه المعلومة غير صحيحة. عبدالله. نعم شكرا دكتورة. ونرجع في حديثنا معك دكتورة عن الإجراءات الوقائية، وقلنا في البداية بأن أكيد هناك يعني بعض الإجراءات الوقائية يعني اللي أخذ الجرعة سواء الجرعة الأولى أو الجرعة الثانية دكتورة، وهذا طبعا ضروري ومهم جدا الاتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال هذا الموضوع. هو للأسف العديد من الأشخاص أهملوا
اتباعهم للإجراءات الاحترازية بعد حصولهم على اللقاح، وحطوا في بالهم ان احنا خلاص صرنا محميين وصارت عندنا مناعة ضد المرض. يعني اللقاح حتى الآن يعتبر احدى الوسائل لمكافحة هذا هاي الجائحة وليست الطريقة الوحيدة. ما زلنا احنا نستهدف الوصول لنسبة معينة، ومن ثم ان شاء الله سوف نعتبره هو السلاح الوحيد او الاقوى. لكن حتى الآن، حتى على الرغم من حصولنا على الجرعتين من اللقاحات، جرعة أو جرعتين، لازم إحنا نستمر في اتباعنا لإجراءاتنا الاحترازية، اللي هو أهم شيء عندي المثلث الذهبي. يا عبد الله، أنا لازم في كل حلقة أذكر هاي النقطة، لأنه نعم. ثلاث نقاط نحن حفظناها بعد دكتورة. هاي ثلاث نقاط جوهرية لازم تنذكر في كل حلقة. صحيح. إن أنت لازم تحافظ على مسافة كافية بينك وبين الآخرين. نعم. لازم أنت تستمر في حفاظك على نظافة إيدينك طوال الوقت، وأيضا أنت لازم تستمر في ارتدائك لكماماتك طوال الوقت، ومو بس أنك أنت مرتديها، لكن أنت لازم أيضا ترتديها بالطريقة الصحيحة. أيضا لازم أنت تثقف نفسك وتعرف الطريقة الصحيحة لارتدائك للكمامات والطريقة الصحيحة في تعقيم يدينك أيضا. نعم دكتورة هند، طبعا أكيد يعني أهمية اللقاح، وبالأخص اللي يعني عندهم الأمراض المزمنة مثل الربو أو أمراض يعني ارتفاع ضغط الدم أو أمراض صدرية أخرى وتنفسية. لو نتحدث عن أهمية اللقاح دكتورة لهاي الفئة من الناس اللي عندهم الأمراض المزمنة. طبعاً هم يعتبرون الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات هذا المرض. أصحاب الأمراض المزمنة شفنا أن العديد منهم لما أصيبوا بكوفيد للأسف أصيبوا بمضاعفات هذا المرض، في بعضهم أدت إلى الوفاة أيضاً. فإحنا دائماً يعني إحنا في بداية مرحلة إعطائنا للقاحات للمجتمع بديناهم على الجميع، وحرصنا على أن نركز على هذه الفئة، لأن هذه الفئة هي الفئة الأكثر عرضة، إلى جانب كبار السن أيضاً. فهؤلاء الأشخاص يجب أن يبادروا، اللي ما حصل اللقاح ويعاني من مرض مزمن يجب أن يبادر ويأخذ موعد لحصوله على هذا اللقاح. الفئات المستثناة جدا قليلة في هذا اللقاح. دكتورة هند فقط عندي مداخلة من الأخت أم خالد. أم خالد صباح الخير. صباح النور. هلا أخوي. الله يحييك أم خالد. يا مرحبا بك شاكرين يعني تواصلت معنا في برنامج صحة وسعادة. تفضلي، معك الدكتورة هند العوضي. هلا دكتورة، ايش حالك؟ الله يسلمك. الله يسلمك. دكتورة بس عندي استفسار، ان انا يعني الكورونا كوفيد 19 وخلصت الايسوليشن والحمد لله بعدها طلعت كان نيجاتيف. الحين سؤالي، انا كملت تقريبا اسبوعين من خلصت الايسوليشن وطلعت، ابغى اعرف متى أقدر أخذ الفاكسينيشن؟ لأن يعني كذا حد يقول شيء، يقول يعني تخلصين إذا خلصتي طلعتي من الكوفيد عليك تنتظرين ما يقارب ثلاث شهور لأن يكون الجسم فيه أجسام مضادة أو يعني شيء من هالقبيل. فأنا الحين مش عارفة، أنا الحمد لله يعني صحتي جيدة ما فيني أي شيء، حتى الأعراض اللي جتني يعني ما أقدر أقول لك وايد شديدة يعني الحمد لله. فالحين أنا سؤالي متى أقدر أخذ الفاكسينيشن؟ ثلاث شهور، شهر، من عقب التعافي، ولا شو بالضبط؟ أول شيء الحمد لله على سلامتك، ما تشوفين شر. وأنا أشكر أن حرصك على أن أنت حاطة في بالك أنك تحصلين على اللقاح على الرغم من إصابتك بكوفيد. هو حسب البروتوكول المتبع الآن، إحنا ننصح الأشخاص أنهم ينتظرون مدة ثلاثة أشهر بحكم أنهم عندهم مناعة طبيعية متكونة نتيجة إصابتهم بكوفيد. ولكن إذا أنت كنت جدا حريصة وحابة أن تحصلين على اللقاح، أنت بإمكانك تحصلين على اللقاح بعد تعافيك بمدة 10 أيام. أنت تقدرين تحصلين إذا أنت كنت جدا حريصة لأخذك اللقاح. طبيا ما يمنع أنك أنت تحصلين على اللقاح الآن، ولكن إحنا يعني قلنا فترة الثلاثة أشهر لأن إحنا نعرف أن
الشخص المتعافي من كوفيد تتكون لديه أجسام مضادة تظل في جسمه مدة 3 أشهر، ومن عقبها هذه الأجسام المضادة تبدأ تقل في جسمه، لذلك احنا قدرناها 3 أشهر. لكن إذا أنت كنت حريصة وتبين تحصلين على اللقاح الآن، بإمكانك أن أنت تاخذين اللقاح وما في أي ضرر طبي عليه. نعم، شكرا أم خالد على تواصلك معنا، وأيضا شكرا دكتورة هند على التوضيح. دكتورة أيضا عندنا سؤال، السلام عليكم، عندنا موظف أصيب بعدوى فيروسية حادة أصابت جهاز التنفسي، وفحص للكوفيد طلع سلبي، وهو ماخذ الجرعة الأولى من 10 أيام، هل يستطيع أخذ الجرعة الثانية؟ هو لأنه أصيب بعدوى حادة وأتوقع أنه اضطر يدخل المستشفى، هذا القرار يرجع للفريق الطبي، لأن إحنا في الإجراءات اللي إحنا نتبعها دائما ننصح الأشخاص أنهم بعد ما يتعافون تعافي كامل من مرض جدا حاد ينتظرون مدة شهر من 4 أسابيع لستة أسابيع عبد الله. لكن هو لأنه بحكم هو ماخذ جرعته الأولى، أنا أفضل أنه هو يقوم باستشارة الفريق الطبي اللي عالج حالته، وهناك الطبيب يقدر يعني يقدر متى هو يقدر يحصل على جرعته الثانية. نعم، دكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، شكرا جزيلا لك وشكرا لوقتك الصراحة، وألف شكر لكم جهودكم الكبيرة الحقيقة خلال هاي الفترة هي تثقيف أفراد المجتمع عن الإجراءات الخاصة بالمتعلقة بكوفيد-19. شكرا لك وشكرا أيضا لفريق العمل معك. شكرا، يعطيكم ألف عافية ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، ومن بعد فقرتنا عن الإجراءات الوقائية بعد أخذ اللقاح وصلنا إلى نهاية فقرتنا لهذا اليوم، ونتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم مادة علمية ومعلومات صحية مفيدة، وهذا هو دائما نهج هيئة الصحة بدبي. أحب أني أشكر فريق العمل المبدع معي اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق الأخت ميرا الأخفلي، وكان في إخراج معنا مخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد. وتقبلوا تحياتي، أنا عبد الله محمد جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.